وصلنا للكلام اللي بجد بقى. التطوير العقاري مهنة فيها مئات من التخصصات جواها، فلما نقول عن قطاع فاحنا بنتكلم عن قطاع بكل مشاكله وتفاصيله، وطبعا في كذبات وتحديات. خلينا نبتدي بالحاجات اللي مش حقيقيه. الكذبة الاولى لما هيقول لك شوف المشروع، شوف الجرافيك وشوف الماكيت. من اكتر المشاكل اللي بتواجه الناس مع المطور العقاري انهم بيشوفوا اعلانات الموقع بتاعهم او المشروع حاجه في الجرافيك، لكن الواقع بيبقى حاجه تانية تالتة رابعة مش عارفين. النصب العقاري، واحنا اسفين اننا بنقول الكلمة الوحشة دي، بس تعالوا افكركم كم مرة وكم شكوى سمعناها من ناس عن انها تعاقدت مع شركة عملت اعلانات وطرحت مشروع ولمت فلوس كتيرة جدا من الناس وفي الاخر ولا حاجة. مش ولا حاجة، لكن هيقول لك لا لسه ما خلصناش ما ابتديناش. القضاء قدامه قضايا بالمئات من النوع ده. الكذبة الثالثة، الخدمات. هيقول لك طبعا ان المشروع ده متكامل الخدمات. خلي بالك انه اكتر حاجه بتهم الناس اصلا في اي مشروع هي الخدمات بمختلف اشكالها، لكن الخدمات لو مجرد وعد دي مش بس مشكله للشركه اللي بتروج لده، لكن كمان حتى لو اتنفذت بعد مده طويله بيبقى الناس محبطه جدا من المشروع كله. الكذبه الرابعه، التسقيع. دي الدولة نفسها بتواجهها لما ناس أو شركات تاخد حتة أرض وتقول إني هنفذ مشروع هنا، تعدي سنة واثنين وثلاثة مفيش حاجة حصلت، الناس مستنيين الأسعار تغلى عشان يبنوا ويعيشوا، والدولة أكيد مش دي رؤيتها. التسليم، أي حد هو بيتعاقد مع شركة هتقول له ميعاد للتسليم وهتقول له تاريخ لذيذ قوي، يعني ممكن يقول لك 23/1/2023. قال يعني بقى، قال يعني بقى احنا دقيقين قوي، والتاريخ ده حضرتك تعالى لي بقى 24/25/26. 5 سنين دي الحد الادنى لانه الناس تقدر تشوف حاجه في ايديها، ودي حاجه مزعجه واعتقد لازم تتغير. التخطيط، سوء التخطيط لاي مشروع في الدنيا مش بس مشروع عقاري بيحول المشروع لكارثه، لكن المشروع العقاري بيتحول لعشوائيات. اعتقد اننا شفنا من زمان مشاريع كتير كانت مفروض يعني متوقعين ليها انها تبقى افضل، لكن انتهت بيها لحاجه وحشه جدا بسبب سوء التخطيط. الموقع، احيانا لما بنشوف اعلان من شركه تطوير عقاري يقول لك المشروع ده موقعه فظيع، موقعه حلو جدا، 5 دقايق من كل حاجه في الدنيا. معرفش ازاي، ممكن يبقى 5 دقايق من مصر الجديده و5 دقايق من المهندسين و5 دقايق من العاصمه الاداريه. انت لازم لما تسمع الكلمه دي تروح موقع المشروع. التمويل، احيانا بسبب حجم الدعايه احنا كده بنتخيل انه اللي بيعمل الدعايه الجامده دي اكيد حد جامد جدا وما عندوش مشاكل في الفلوس، ده هيعمل المشروع كده. في الحقيقه انه لا، التمويل بيبقى عائق قدام الشركات، وبالتالي هو مستني يلم فلوس المشروع من الناس، ودي واحده من الحاجات اللي احنا بنتخدع فيها. التسويق الوهمي، مفيش حد فينا ما طلعش قدامه اعلان عقارات بيروج لمشروع ويقول لك انه المشروع ده اعظم مشروع، اكبر برج، اعظم مدينه، وفي الاخر هو بيجيب رجلك، انت بتشتري او بتستثمر في مكان بدون مقدم، او يقول لك ان القسط على مده كبيره، وفي الغالب كل الدعايه العظيمه دي متعوضه في حاجات تانيه وتفاصيل بتكتشفها وانت بتمضي العقد او بعد كده كمان. الكذبه العشر، والكذبة دي مزعجة جدا ولازم ننتبه لها جدا. استخدام صور مسؤولين رسميين في الترويج لمشروعات عقارية غريبة جدا. اوعى تصدق لو شفت انه حد حاطط صورة لمسؤول كبير على اعلان فيسبوك، دي خدعة، اكيد خدعة. بيخدعك فيها عشان تفتكر ان المشروع ده كبير ومهم وتثق فيه وبالتالي تشتري فيه. مشروعات الدولة معروفة جدا والدولة هي اللي بتعلن عنها والدولة هي المسؤولة عنها، مستحيل حد تاني يروج ليها. لكن كمان زي ما كل مجال وقطاع في شوية تفاصيل مزعجة وكذبات، لكن كمان مليان تحديات. خلونا نشوفها بعد دقيقة. رجعنا بقى لتحديات القطاع العقاري في مصر أو شركات التطوير العقاري. زي ما اتفقنا أنه في شوية مشاكل ما بتعجبناش وبتضايقنا، لكن كمان هم بيواجهوا تحديات كبيرة وحقيقية،
وكل ما حجم المشروع بيزيد وبيكبر كل ما حجم التحديات طبيعي بيكبر. التحدي الأول هو الوضع الاقتصادي العالمي. من أكبر تحديات أي مطور عقاري هو الوضع الاقتصادي، مش بس في البلد لكن في العالم كله، لأنه ده واحد من القطاعات زيه زي السياحة كده، من أول القطاعات اللي بتتأثر بالوضع الاقتصادي، من أول أسعار مواد البناء لحد الشراء والإقبال بتاع الناس لحد حب الناس ورغبتهم في الاستثمار. التحدي التاني هو الخدمات. أي مطور عقاري مش هيقدر يشتغل أو يبتدي في مشروع غير لما يكون الخدمات، البنية الأساسية اتجهزت، المية والكهرباء والغاز، ولو أي حاجة من دول اتأخرت فمشروعه هو كمان معرض للتأخير. طبعاً ده معناه ارتباط المشروع بظروف تانية خارجة عن إرادته. التحدي الثالث هو الثقة، بناء الثقة. ثقة الناس في المطور العقاري هي الحاجة الوحيدة اللي بتخليهم يشتروا ويستثمروا. وطبعاً بناء الثقة تحدي لو السوق بالذات في ناس مدعين كتير. التحدي الرابع الوعود. أي حد بيوعد بحاجة صغيرة بيبقى قلقان إنه يقدر ينفذها. تخيل بقى إنه بيدي وعود بأرقام وأحلام، الوعد معناه فلوس كتير جداً عشان ينفذ الوعد ده، وده غالباً أهم تحدي لو هو شخصياً عنده مشاكل داخلية ومشاكل في التنفيذ. التحدي الخامس هو الدعاية. رغم أنه الجزء بتاع الدعاية ده ليه ناسه ومتخصصينه، ومش لازم يكون نفس الشركة هي اللي بتعمل الدعاية، إلا أنه فريق الدعاية اللي بيشتغل على ترويج المنتج العقاري ممكن يساعد أو يهدم المشروع كله، مش بس لو ما بيروجش عنه كويس، لكن تخيلوا كمان أن الدعاية ممكن تضر. لو علينا سقف التوقعات، لو قلنا للناس أن الدنيا وردية وجميلة والحقيقة مش كده. التحدي السادس الفئة المستهدفة. إنه المطور العقاري يعرف يستهدف الفئة اللي بيخاطبها من المشروع بتاعه يعتبر تحدي وإنجاز بصراحة. مين فينا ما جالوش المكالمة بتاعت اشتري فيلا ب 15 مليون جنيه في الساحل مثلا؟ الرسالة دي قد ما هي بتقولك إنه الاستهداف في حاجة وفي مشكلة كبيرة جدا، قد ما بتقولك إنه ده تحدي عندهم. هم محتاجين يعرفوا يوصلوا لمين اللي يعرف يشتري الفيلا اللي ب 15 مليون في الساحل، ومين اللي هيشتري بقيه المنتجات. التحدي السابع التطوير. كلمه مطور عقاري مرتبطه بالتطوير، يعني هي كلمه وهي جزء من وصف الشغلانه دي. يعني مطلوب منه انه يكون عنده حاجه بيطورها، وان عنده حاجه جديده في شكل بناء المدينه او الشوارع أو الحفاظ على البيئة ودرجات الحرارة وحاجات كتيرة قوي، هي تحديات في مهنة التطوير العقاري. التحدي الثامن الأوراق بقى والتراخيص. زمان كان عندنا مشكلة كبيرة قوي عشان مطور عقاري ياخد ترخيص، وبالمناسبة كويس إنها مشكلة، لأنها لو مفتوحة ومتاحة بتبقى مشكلة أكبر. لكن أحياناً طول المدة بتعطل المشروع وبتعطل قيمة الاستثمار، لكن الترخيص في حد ذاته تحدي كبير. التحدي التاسع المجازفة. إنك تشتغل كمطور عقاري هي فرصة طبعاً، لأنها فيها مكاسب كويسة جداً وأحياناً بيسموها مكاسب مضمونة، لكن هي محتاجة إنك تقدم فلوس عشان تجني فلوس. تحدي صعب جداً إنه يبقى فيه حجم استثمارات كبير كده في مشروعات بعينها. التحدي العاشر واللي ما بنتمناهوش لا للمطورين العقاريين ولا لبلدنا، حاجة كده اسمها الركود العقاري. الركود بيعتبر تاني أكبر تحدي بيواجه المطور العقاري بعد إنه لا قدر الله المشروع نفسه يبقى فيه مشاكل في تنفيذه، لأنه لو هو عمل كل اللي عليه واشتغل كويس جداً لكن حصلت حالة عامة في السوق من الركود بسبب أي ظرف، تبقى الحكاية هنا محتاجة ناس عندهم القدرة وحسابات ونفس طويل.